من الطابق الأخير بالمطعم التركي جبل أحد. ناشد اليوم بما أنه أنا عراقية لا سيدية ولا خزعلية ولا مالكية ولا كردية ولا عربية لا سنية ولا شيعية ولا مسيحية، مجرد عراقية. وسنة إلي أخويا عراقي وطالب كنا وحدتنا التحرير. اليوم وصلنا إيد واحدة بوجه الظلم ودافعنا عن بلدنا. نبقى هي ما نسمع أي شخص يفرق بيناتنا، نستخدم كلمات السني والشيعي والمسيحي. إحنا كنا عراقيين إيد واحدة، نحافظ على بلدنا وأحبابنا، نقاتل من أجل من نخوف.